السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما تعرفنا على واجهة الأوتوكاد، تعرفنا على واجهة الريفت، تعرف سريع أثناء الشغل هل نحتاج أوامر جديدة أو نحتاج إن إحنا نشرح حاجة تانية بالتفصيل، مفيش أي مشكلة خالص. دلوقتي عايزين نبدأ الشغل بتاعنا، هل ينفع أشتغل من غير أوتوكاد؟ يعني من غير ما يكون الشغل معمول على أوتوكاد، يعني لو جالي مشروع جديد ينفع أبدأ إن أنا أشتغل على الريفت حتى لو أنا ما عنديش أي لوحة أوتوكاد، ولا أشتغل على الأوتوكاد وبعد كده أدخل لوحة أوتوكاد جوه الريفت؟ لا، تقدر تشتغل طبيعي خالص جوه الريفت بدون الحاجة الاوتوكاد، يعني مفيش حاجة تستلزمني ان انا ارسم شغل على الاوتوكاد الا لو هو اصلا معمول، الشغل بتاعنا معمول على الاوتوكاد واخد ابروفل، فاحنا مش عايزين نغير اي حاجة، عايزين نعمل الشغل نفسه على الريفت، فخلاص هسحب الشغل وابدا ارسم. لما يكون مطلوب مني اوتوكاد وريفت، الافضل ان انا اعمل الشغل كله على الريفت واعمل له اكسبورت اوتوكاد، يعني ما بحتاجش من تفكير ان انا بقول له اكسبورت اوتوكاد فالشغل كله بيطلع اوتوكاد. لو مطلوب مني شغل كاد وانا عايز ابدا اخد خبره في الريفت ومش عارف اتعلم ازاي وبتاع، ممكن تعمل الشغل كله على الريفت وبعد كده تضربه لهم كاد وتقول لهم اتفضل الشغل بتاعكم زي ما انتوا عايزين. وده اللي انا عملته اول ما بدات، كان بيطلب مني شغل اوتوكاد، كنت برسمه على برامج البيم، كان اكتر من برنامج بقى، ما كانش لسه السوق عارف هيتجه لفين، فكنت اتعلمت اوتوكاد اركتكشر، اتعلمت ماجيكاد، اتعلمت اركيكاد، اتعلمت ريفت، اتعلمت كذا برنامج لحد ما لقيت السوق بيقود ناحيه الريفت، نتيجه التسويق ونتيجه شويه مزايا كده موجوده، بس ده لا يمنع ان كل برنامج ليه الميزه والعيب بتاعه. طيب اول حاجه اعملها ايه؟ هل ادخل الحاجه في الجراوند؟ لا، اول حاجه اعملها ان انا اظبط واجهه من الواجهات اللي عندي، واجهه من الواجهات يبدا ادخل عندي عشان اعرف الارتفاعات اللي جوه. فمثلا هنروح للواجهه الجنوبيه مثلا، تمام، خليها الواجهه الشرقيه، ظهر لي عندي هنا الجراوند والفيرست، طبعا ده مش هو ده اللي موجود في المشروع، نبدا نشوف. طيب لاحظ بالك ان الجراوند هنا لونه ازرق وهنا ده لونه احمر، طب ده معناه ايه؟ الجراوند موجود الفلور هنا انما الفيرست ملوش فلور، فلذلك واخد اللون الاحمر. يعني انا لو عملت فيو هنا اسمه فيرست خلاص ده هيبقى لون ازرق. طب اعمله منين؟ هنروح لقائمة فيو وبقول له انا عايز اعمل بلان فيو فلور بلان، بيقول لي انت عايز الفيرست، اقول له انا عايز الفيرست. نرجع الواجهة الشرقية بقى لونها أزرق بشكل دلوقتي. طيب لاحظ إن الاتنين دول مش ماشيين مع بعض، فأنا هبدأ أمسك دوت وأسحب ده بحيث إن يمشوا مع بعض. معنى إيه مش مع بعض؟ ظهر لي قفل، القفل ده معناه إيه؟ إن أنا لما أحرك كده اتحرك معايا بالشكل دوت. طيب لو أنا عايز ده يتحرك لوحده ده يتحرك لوحده، فك القفل وحرك هتلاقي ده بيتحرك لوحده، بس هو أفضل حاجة إن أنت تبقى عامل القفل على أساس إيه؟ يبقى سهل في التعامل، لما يكون عندك برج يتحرك مرة واحدة كله يتحرك. طيب بلاقي علامة مربع، طب متعرف عليها؟ ده بيظهر لي العلامة دي، يبقى ظاهرة يمين وشمال مفيش مشكلة، تمام. طيب لو أنا عايز أظهرهم في كلهم مرة واحدة، يبقى ندخل إيديت تايب. يعني إيه إيديت تايب؟ يعني لما أعدل في حاجة هيتعدل في كل العناصر اللي موجودة في نفس التايب، تمام، يعني كل الليفلات هتعدل مرة واحدة اللي واخدة نفس التايب دي. طيب هاجي هنا أقول له بس إيه اظهرها لي في الإند 1، ده إند 1 وإند 2، خلاص هتظهر بعد كده إيه في إند 1 وإند 2. طيب ده واخده شكل مختلف، تمام. طيب خلينا نخش هنا طيب نتعلم عليها، ممكن يكون حد شالها مانوال فعشان كده مظهرتش. طيب كل ما اتحرك بيظهر معايا حاجة، ده فيلد ريجن، خلينا نمسحه بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى هقول له ايه، هروح لقائمة انسيرت. قائمة انسيرت أول حاجة بلاقيها عندي لينك ريفت، تمام، هو طبعا اللي أنا محتاجها لينك كاد أو امبورت كاد ونعرف الفرق بينهم، بس خلينا ناخد نظره سريعه. لينك ريفت معناها ايه؟ معناها ان في ملف ريفت معمول وهبدا اسحبه عندي عشان اكمل شغل. ممكن يكون انا مثلا شغال انشائي او كهروميكانيكال، بسحب المعماري عندي وببدا ارسم عليه بحيث ان انا بقى اي تطور بتحصل في المعماري بتظهر عندي على طول. وهو برده ممكن يعمل نفس الفكره ان هو يسحب الملفات بتاعتي لينك ويبدا يشوف هو محتاج مثلا يعمل شفطات، محتاج ان هو يغير حاجه في الشغل بتاعه وهكذا. بعد كده بقى الاقي حاجه اسمها لينك اي اف سي. الاي اف سي هو امتداد معمول للتبادل بين البرامج، يعني لو انت عايز تشتغل مع تيكلا و فبتقول له صدر لي شغل الاي اف سي عشان اشوفه، لان انا ما اقدرش افهم
او اشوف الامتداد بتاعه. فلو ان هو شغال على برنامج وانا شغال على برنامج مختلف، بنتعامل من خلال الاي اف سي. طيب بلاقي عندي حاجه اسمها لينك كيت، تمام، هنتكلم عنها بالتفصيل، ماشي. طيب اللينك كيت ببدا اربط ملف الكيت بالملف بتاعي، بحيث لو حصل اي تعديل في ملف الكيت يظهر التعديل عندي. طيب لينك توبوغرافي، ممكن يكون حد مصدر شغل توبوغرافي، وغالبا ده بيتصدر من السيف 3 دي، ابدا اكمل شغل عندي. فكده بقى اصبح في لينك بين السيفر 3 دي والريفت. لسه حد سالني السؤال ده امبارح، هل ينفع اربطهم؟ اه، بتشتغل هناك وتبدا تعمل تصدير وتبدا تاخد الشغل دوت، او ساعات بنصدره اكس ام ال ونروح للماسنجر سايت وندخل ملف الاكس ام ال. طيب عندي دي دبليو اف، دي دبليو اف مارك اب يعني ايه؟ انا بعت شغل لحد وراجع وحط لي كومنتات وعمل لي العلامه بتاعت السحابه ديت ان في كومنتات، فانا ببدا اسحب الحاجات دي. بكل دي عباره عن صور، بسحب صور عندي. البوينت كلاود ده اللي بكون عامل ليزر سكان للمكان، في مكان مثلا معمول فيه المباني، فانا عايز اخلي جزء منه موجود عندي في قلب المشروع بتاعي، فبسحب بوينت كلاود وببدا احول بوينت كلاود دي لعناصر بيم، يعني ببدا اشوف هل هو حائط، هل هو باب، وهكذا. هو النتورك بتاعه ار سي بي وار سي اس. عندي حاجه اسمها كوردينيشن موديل. يعني ايه كوردينيشن موديل؟ يعني الملف بتاع نفس وركس ببدا اسحبه عندي وببدا استفاد منه. دي خاصيه برضو جديده، ان انت تقدر تستفاد من ملف ال ان دبليو دي وال ان دبليو سي اللي موجودين في نفس وركس. تقدر تعمل لينك مع ملف البي دي اف بحيث انه يظهر معاك، وبعد كده تقدر تشيف مثلا وتبدا ترسمه وتبدا تخليه العناصر موجوده. لينك مش لو عندك صوره تقدر تدخلها برضو. مانج لينك بيبدا يفتح لي الحاجات اللي معموله لينك، بحيث ان انت تقدر تستهدف البوزيشن المكان بتاعها، تقدر تعمل اداره للورك سيت، تقدر تعمل له ريلود فروم، يعني تقدر تسحبه من مكان اخر، تقدر تعمل له ريلود يعني تسحبه تاني، تقدر تعمل له انلود يعني هو الاسم لسه موجود بس مش هيظهر معاك في الشغل غير لما تيجي تعمل له ريلود. ممكن تضيف ملف جديد، ممكن تعمل له ريموف. ده بالنسبه لكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، نفس الفكره. بعد كده هنخش على امبورت كيت. امبورت كيت يعني ايه؟ يعني ملف الكيت هبدا اسحبه عندي وابدا اشتغل عليه، ومن حقي ان انا افجره، تمام. امبورت كيت بياخد ملف الكيت زي ما هو ويحطه جوه ملف الريفت، فمساحه الريفت بتكبر سنه. انما اللينك كيت انا مجرد بس بسحبه كلينك عندي، اول ما يحصل تعديل يحصل عندي، لو ملف اللينك اتلغى خلاص مش هيظهر عندي. فده فرق جوهري بين الامبورت كيت واللينك كيت. امتى بستعمل ده وامتى بستعمل دوت؟ غالبا اللينك كيت دي بنستعملها مثلا لو عندك دور من الادوار او عندك اليفيشن او سيكشن بتشوف الشغل وبعد كده تمسحه. انما امبورت كيت ده بيكون للملفات اللي انت هتحتفظ بيها واثق انها مش هتتغير. فده غالبا بيكون مثلا في ستاندرد ديتيلز، حاجات زي كده، ببدا ادخلها وافجرها وابدا اشتغل عليها واحول الخطوط بتاعتها لخطوط ريفيت. ونخلي بالنا ان بعد فتره، يعني اول ما اخلص شغل على الكيت، يعني خدت مثلا الملف ده وسحبته ورسمت الشغل، لازم اعمل له ديليت، ما اسيبوش موجود، ما اقولش يمكن نحتاجه ولا الحاجات دي كلها، لا لازم ايه الغيه تماما. طيب هتخش بعد كده على امبورت بي دي اف، تدخل ملف البي دي اف وبيبقى معاك وبيكبر المساحه وهكذا. امبورت ايمج، تدخل ملف الصوره. طيب بتلاقي حاجه اسمها لود فاميلي، تقدر تحمل فاميلي، يعني لو انت عايز باب جديد مش موجود هنا تقدر تحمله، تمام. طيب خلي دي انسيرت فروم فايل، تبدا تدخل من ملف سواء فيو زي الشيتس، جدول، درافتنج فيو. ده لو عندك مشروع حقيقي وانت مخلص الشات اللي فيه او مخلص الاسكادولات، ما تعملهاش من اول جديد، تقدر تسحب الاسكادول او تسحب الشيت للمشروع بتاعك. انا ده لو في اي عنصر 2 دي وعايز تسحبه عندك زي ديتيل فيو، تقدر تقول له امبورت 2 دي اليمنت. طيب خلينا نرجع للينك كيت. اهم حاجه ان اللينك كيت ده ملف هرسم منه وبعد كده همسحه، ولو حصل تعديل هناك يحصل التعديل يظهر معايا. الامبورت كيت ده ملف بسحبه وابدا افكره وببدا اشتغل عليه. طيب لو انا قلت له لينك كيت، تمام، ورحت كده قلت له انا عايز الملف دوت، اللي هو احنا يعني متفقين ان احنا في الواجهه الشرقيه، تعال نشوف الواجهه الشرقيه. طيب انا علامته ظهر معايا بالشكل دوت، ممكن اقول له كرت فيو اونلي، يعني هيظهر في الفيو دوت ومش هيظهر في الباقي، انا عايز يظهر في الباقي مفيش مشكله.
طيب الكالر بيديني 3 اختيارات، انفيرت بيعكس لي اللون. طب ليه بيعكس اللون؟ لان الاوتوكاد اسود والريفت ابيض، ده بيعمل لي مشكله. مثلا اللون الاصفر ما يبان مع الابيض بس يبان مع الاسود. بريسيف هيخليها زي ما هي. البلاك اند وايت هيخلي الالوان كلها ابيض واسود، فانت بتشوف انهي الانسب ليك. طيب اللاير ليفل، هل انت عايز تشوف كل الليارات اللي موجوده ولا الفيزابل ولا سبسفاي؟ اول هيجيب لي كل الليارات اللي موجوده في لوحه الاوتوكاد. فيزابل اللي معمل لها لاير اون بس. يعني ايه؟ خلينا نفتح الاوتوكاد اهوت. ممكن انت مثلا شايف ان انت مش محتاج الدايمنشن ده في الريفت، فممكن تعمل ايه؟ لاير اوف. تمام؟ يعني اقفل اللاير ديت. ممكن مثلا انت شايف ان انت مثلا مش محتاج الاريا، فتقول لاير اوف، فانت بتطفي اللاير. اي حاجه محطوطه على اللاير ديت بتختفي، فلما يتصدر ما يظهرش معايا في شغل الريفت. طب لو انا عايز اظهرها، طيب ممكن تيجي هنا في هوم وتقول له لير بروبرتيز، وتبدا تشوف الليرات اللي مقفوله وتبدا تعمل لها لير 1. تمام، لير 1. وفي لير ايزوليت، يعني تقدر تقول لير ايزوليت مثلا الجريد، يخفي كل حاجه ما عدا الحاجات اللي موجوده على اللير ديت. تمام، ده اللير ايزوليت. كل ما هنحتاج امر هنخش نبص عليه. الوجه الشرقي هي. تمام، طيب الوحدة القياس اللي انت عايز تدخل بيها، هل هي بالفيت بالانش بالميتر بالديسيم زي ما انت عايز؟ انا قلت له اوتو ديتكت. البوزيشن بتاعك، هل انت عايزه اورجن تو اورجن، ولا هي انا مسمينها انترنال اورجن، ده من اول ريفت 20 20.2، ولا عايز سنتر تو سنتر، ولا عايزها باي شيرد كوردينيت؟ طيب سنتر تو سنتر هيبدا يشوف نقطه سنتر ونوت سنتر هنا، ما بتبقاش دقيقة في كل الأحوال. الدقيق أورجن تو انترنال أورجن. طيب إيه شيرد كوردينيت؟ شيرد كوردينيت دي بنستعملها لما يكون عندي مشروع كبير وعندي كذا مبنى في قلب المشروع دوت، فبنبدأ نعملها بشيرد كوردينيت بحيث إن كل مبنى يظهر في المكان بتاعه، ما يظهرش كلهم في بعض، يعني خليتهم كلهم من نقطة المركز كلهم هيظهروا في نفس النقطة، لا أنا عايزهم كلهم يظهروا جنب بعض. المانوال الاورجن يبقى هتاخد نقطه الاورجن بتاعت الاوتوكاد وانت مانوال تحطها في اي مكان مش دقيقه. تمام، فيها الحاجات المانوال ما بتبقاش دقيقه، حتى لو انت يعني قعدت تركز قوي ما بتبقاش دقيقه خالص. تمام، طيب انا هقول له اورجن تو انترنال اورجن. تمام، هنا بيقول لك هتحط في انهي دور، هو لغايه دلوقتي ما فيش غير الجراوند اللي موجود معايا. لو انت في الفيرست ممكن يقول لك الفيرست ولا الجراوند، لو انت في الروف هيقول لك الحاجات اللي تحتيها. فانا دلوقتي عايزه فين؟ في الجراوند، معنى بليس ات جراوند. طيب اوكي، هيبدا يدخل الملف معايا. هو كده دخل لينك، يعني لو اي حصل تعديل هناك هيظهر معايا التعديل هناك. طيب انا بحاول اعمل سيلكت عليه ما بيجيش معايا، ليه ما بيجيش معايا؟ لازم اشيل العلامه بتاعت سيلكت انجريت. طيب هبدا اسحب الملف. تمام، وابدا اشوف ده يعني دور. طيب هشغل ديت الاول دونت كروب فيو، فيبدا يظهر معايا الادوار ويبدا يظهر معايا الارتفاعات اهيت زي ما انت شايف. طيب ده ماينس 2.8، كل الحاجات دي هنبدا نكتبها. ده بالنسبه لي الزيرو. طيب هبدا اسحب بقى الزيرو كده. تمام، الزيرو هو ظاهر معايا، هو نفس الحاجه نزل مظبوط. الفيرست انا عندي هنا الدور دوت اللي هو 0 0. تمام، هو مش مسميه جراوند، هو مسميه المستوى الرصيف. هقول له ليه. طب اول ما غيرت الاسم قال لي ايه؟ هل انت عايز تغير كل اللوح اللي مرتبطه بيها كروس باوند فيوز؟ يعني الاسم جراوند ده هيتغير للاسم دوت. تمام، لو قلت له نو خلاص مش هيغيره، هيبقى هنا اسمه اتغير هنا وما اتغيرش هنا. لو قلت له يس هيتغير هنا وهيتغير في الفيو، فانا اقول له يس فغير لي الاسم دوت. طيب منسوب الدور الارضي 20 متر. طيب اعملها ازاي؟ خلينا نشوف كده. طيب
ممكن اقول له ايه، انا عايز ادخل هنا الاركتكشر واقول له انا عايز ارسم ليفل جديد، وهتشوف بقى الليفل ممكن ترسمها بالشكل دوت اهو. بلاط معاك اهوت 1.20 متر من هنا لهنا، طيب الدور الاول العلوي تمام، هو هنا عامله 4.5 متر، هنا كان مكتوب 3 متر لان احنا مش عارفين انا شايف انا مشروع، فبقول له لا اخليها 4.5. طيب مسوب الدور الثاني العلوي، ممكن تعمل ايه من ارتكشر تقول له انا عايز ارسم ليفل. طيب هنا بيقول لي ميك بلان فيو، يعني بيقول لي هنعمل بلان فيو، ممكن يعني هيبدا يعمل لك فيو هنا، فانت ممكن تقول له بلان فيو تايب وتقول له اعمل لي السيلينج وللفلور في نفس الوقت، يعني هو لما يعمل هيعمل السيلينج وللفلور، اقول له اوكي وابدا اشوف بقى الدور ده كام. ممكن ترسم على اي ارتفاع وبعد كده تصلح مفيش مشكله تمام، يعني ده مثلا 7.8. ممكن مثلا نرسم اهوت، اول ما تيجي رسمته على اي حاجه، لو انا عايز اعدل بقى ممكن تقول له ده مثلا سكند مثلا، هتقول له يس هيبدا يغير لك الحاجه. طيب خلينا نبص كده، ده لو هو مثلا عايز تغير الرقم ده هتدوس هنا وتقول له مثلا 9، هتدوس هنا وتقول له 7.8، تقدر تدوس هنا وتغير الاسم زي ما انت عايز. طيب ممكن انت بقى تاخد نفس الاسامي او تسميها بالعربي تسميها بالانجليزي زي ما انت عايز. طيب انا هاجي هنا واقول له الفايل ده كود كوبي 3.3 3.3، ينفع؟ اه ينفع، وبعد كده تغير الاسم تمام. تبدأ تشوف الاسم ده ايه، هو كاتبه منسوب ارضية السترة الملحق العلوي، مش عارف ده كمان جزء ايه، بس خليها منسوب ارضية الملحق العلوي. تفرق عربي من انجليزي ما تفرقش خالص، بس لازم توحدها، يعني ما دام سميتها كده سميها نفس الاسم تمام، يعني ما دام اشتغلت بالانجليزي خليها كلها بالانجليزي، اشتغلت عربي خليها بالعربي. طيب انا هسميها نفس الاسم السين، بيقول لك عايز تغير؟ اه غير. هنا منسوب الدور الاول، خليها دي مكتوبة ايه منسوب الدور الارضي. عايز تغير؟ اه غير. في اي وقت عايز تغير مش هيقول لا الرصيف. شايف دي لون احمر، ليه لون احمر؟ لان لسه متعملناش فيو، لان في فرق كبير لما استخدم الاداه ديت، ودي احسن بكتير لان هو اوتوماتيك بيبدا يعمل لي الليفل بتاع السيلينج والليفل بتاع الفلور. ممكن تستخدم الاداه ديت، يعني ايه الاداه دي؟ بيك لاين. بيك لاين دي بتعمل حاجه بدقه شديده جدا، ان انت بتختار الليفل اللي انت عايزه وتقول له بيك لاين فبيبدا يرسمها لك اوتوماتيك تمام. طيب تبدا تشوف بقى هو مكتوبه كام، 0.6. طيب ممكن بقى تيجي هنا، اهم حاجه الارتفاع تكون مظبوطه ارتكشر، وتقول له ليفل، انا شايف ان ده بيك لاين بتبقى ادق واسرع، هتبدا تختار الليفلات تمام. في ليفل كمان هنا ممكن نعمله ليفل لو احنا حابين زي ما انت عايز. طيب خلينا نيجي نبص هنا، هنقول له منسوب السطح الملحق العلوي، وهنا هنقول له منسوب السطرة 0.8. ماشي،
كده احنا ظبطنا الليفلتس. طيب نخش مثلا على الدور الارضي ونبدا نشوف هنا الفلور بلان اهو الدور الارضي. هنظبط الحاجات دي دلوقتي بس ايه نشتغل شويه في الكاد. هاجي هنا في الفيو وهاجي هنا هقول له بلان فيو وابدا اشوف الحاجات اللي هي ما اتعملهاش فيو واقول له اوكي ابدا اعملها. هو يبدا يعملها لي. طب هحطه فين؟ هيحطه هنا فلور بلان ايديت تايب. بيبدا يشوف الاعدادات اللي موجوده ممكن تكون ليها اعدادات معينه. ساعات مثلا بيتحط في بيوتي بليت معين. الكول اوت تاج هيبقى شكله ايه؟ الريفرنس ليبل هيبقى شكله ايه؟ وهكذا. طيب قلت له اوكي وبدا يحطهم هنا. هقدر انقلهم من هنا لهنا اقدر بسيط خالص. يعني خلينا نعلم مثلا على الدور الارضي وهقول له انا عندي هنا في الخصائص بتاعت الفيو دوت ان انا عندي تسيب لي مثلا كوردينيشن، لا انا عايزه يبقى اركتكتشر. خلاص اتنقل لي اركتكتشر. كل الحاجات دي نقدر نتحكم فيها بسهوله. مع الشغل هنقدر نتحكم فيها اكتر. طيب اقول له هنا دول كلهم خليهم لي في الاركتكتشر. وهنعرف ازاي نخصصهم بشكل افضل من كده باذن الله. طيب خلينا نخش مثلا في الدور الارضي. ظهر معايا بالشكل ده. عايز ابدا اعمل انسرت للدور الارضي. زي ما انت شايف ده الواجهة الشرقية موجود الخط بتاعه معايا. هاجي هنا من انسيرت واقول له لينك كات ونبدأ بقى نشوف فين الدور الأرضي. الدور الأرضي اقول له ايه؟ أورجنت أورجنت كارنت فيو أونلي كار نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. هتقول له أوبن. ده الدور الارضي ظهر معايا. ممكن برضو تدخل بقيه الليفلات لو انت حابب. يعني هتدخل مثلا في الدور الاول وتقول له لينك كات وتبدا تشوف فين الدور الاول. الاول هو وتقول له طيب الدور الاول انا محتاج منه حاجه معينه. طيب خلي بالك ان في حاجات انا مش محتاجها دلوقتي زي الشجر مثلا. طيب عايز اخفي الشجر ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل سيلكت وتقول له كويري. تبدأ تختار اللاير انت عايز تخفيها وتقول له هايد ان فيو فيبدا يخفي لك. طيب هل في طريقه غير كده؟ في طرق كتيره زي ان انت تدخل في حاجه اسمها الفي في اللي هي الفيزابيلتي. في في ممكن تجيبها من فيو وتدخل هنا على الفيزابيلتي اند جرافيكس. هنا بيعمل لي ايه؟ ده هنا بيعمل لي اخفاء واظهار للحاجات. يعني ممكن اقول له اخفي له كل الحواجز اخفي له كل الابواب. الموديل كاتيجوري دي كل الحاجات اللي تقدر تخفيها وتظهرها زي ما انت عايز. تمام انت ممكن تكون عندك حوايج مثلا تخفيها كلها او شبابيك زي ما انت عايز. هنا الانوتيشن دي للكتابات تقدر تخفيها وتظهرها برضه. عندي حاجه اسمها الاناليتيك. تمام دي خاصه بالشغل الانشائي بيجي يعمل لي الاناليتيك وابدا اشوفه او اخفيه. امبورت كاتيجوري ده مثلا لوحه الاوتوكاد فتبدا انت تشوف لوحه الاوتوكاد اللي انت عايزها. اي مثلا الدور العلوي هتدوس على علامه الزائد دي ويبدا يجيب لك الليرات. فلو انت عارف اسم اللير تقدر تخفيها من هنا هتختفي. يعني بلانت اهي معمول لها اخفاء. ممكن تعمل فرايت يعني بتقول له خلي لي اللون ده بدل ما هو لون اصفر خلي لي لون احمر وهكذا. تبدا تختار الوان. هنا بتعمل فلتر. فلتر يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت عندك انواع كتير من الحوايج انت عايز نوع معين يبقى مخفي ونوع تاني يبقى ظاهر. فانا الموديل كاتيجوري بيقول لي كل الحوايج ما يفرقش. هنا الكاتيجوري نقدر نفلتر نقدر نختار جزء معين. طيب تعالى بقى اول حاجه هنعملها الجريد اركتكتشر. واقول له انا عايز جريد واحسن حاجه تختارها بيك لاين. طيب هنا بيقول لي تعالى نرسم بس الجريد كده نشوف الفكره. تمام الجريد ايه الاصفار الكتيره ديت؟ انا رسمتها بالطريقه العاديه كيو 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 خليها كده واقول له ده 01. تمام زي ما انت شايف المبنى اللي احنا مختارينه مبنى كبير مش صغير يعني معقول الحجم. وتقدر تعمل له دوبليكيت. يعني لو انت عايز تعمله عماره كامله ممكن تختار دور معين وتقول له ايه كرره لي زي ما هنشوف مع بعض. انا هنا قلت له برده نفس الفكره ممكن تخفي العلامه ديت او تظهرها زي ما انت عايز. خلينا نقول له جريد تاني. ممكن تقول له انا عايز اعمل جريد باي بيك لاين. اول ما تدوس هيبدا هو اوتوماتيك يعرف ان هي 02 03 04. طب ايه مالتي سيجمنت ديت؟ انت ممكن ترسم الجريد بتاعك بالشكل كده كده كده. ده الجريد بتاعك لو احنا
احتاجني، فهيدون مثلا رقم 5، تمام الرقم اللي بعده على طول. وممكن في اي لحظه تقول له اديت سكتش وتبدا تعدل فيه زي ما انت عايز. انا عملت طرافه. طيب اقول له انا عايز اعمل جريد، احسن حاجه قلناها اللي هي بيك لاين. في عندي اختيار هنا اسمه اوفست. يعني ايه اوفست؟ يعني انا هدوس على الخط وانت اعمله على مسافه منه. يعني اقول له مثلا خليه على مسافه مثلا 1000 مثلا، تمام. تيجي تعمل كده تلاقيه اتغير. بص تدوس هنا هو يعمله على مسافه 1 متر بالشكل ده. طيب انا اقول له لا خليها زيرو، نفس الخط. طب 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. في حاجتين هنقول عليهم دلوقتي يمكن حد لاحظهم هنتكلم فيهم. طيب الحاجة الأولانية إن أنا عايز الخطوط تظهر فوق مش تحت، تمام. لو أنت عايز الخطوط تظهر فوق أو تحت أو تلف واحدة من فوق أو هكذا، تدخل هنا في الإيديت تايب وتقول له مثلا اخفي لي ده او اخفي لي دوت، فيبدا يخفي ده او يظهر ده، تمام. طب لو الشكل ده مش عايزك، الرمز ده انت مش عايزه، هتيجي هنا في الرمز دوت وتختار رمز تاني. يعني ممكن تحمل رموز تانية وتشتغل بيها، مش لازم الدورية دي، تمام. طيب عندي هنا مثلا الاتنين دول داخلوا في بعض، تمام، فانا عايز افرق بينهم. ممكن تسحب كده، تمام، هتظهر لك علامة القطع ديت، تدوس عليها وتقدر تسحب ال 12 شوية كده، وتقدر تسحب ده لفوق بالشكل دوت. وده برضه نفس الفكرة، تقدر تقسم وده برضه نفس الفكرة. دلوقتي بقى هنرسم الجريد اللي هنا. بقول له جريد وابدأ اقول له انا عايز باك لاين، وده هنخليه مثلا ايه، وبعد كده بي سي دي. طيب هنا في اي هو عامله جي. طيب انا هلتزم باللي هو عامله، تمام. كي ال ام ان او بي كيو R. وبعد كده تقدر تغير زي ما انت عايز. لو حسيت ان في حاجة متداخلة او عاملة معك مشكلة، ممكن تحرك مثلا ديت، تقول له دي حركها لبره كده شوية. وهكذا. طيب ايه الحاجة اللي لازم اعملها دلوقتي بعد ما انا ظبطت مثلا الحاجات ديت؟ تعال هنا على الاوتوكاد اتاكد انه معمول له بن. هو اوتوماتيك بيعمل له بن. يعني ايه بن؟ يعني بيثبته انه ما يتحركش، لانه لو اتحرك الشغل بتاعك هيضرب، تمام. فبيثبت لك الاوتوكاد. الجريد برضه محتاج ان هو يثبت، محتاج تتعلم على الجريد وتقول له سيلكت اول سيلكت اول انستنس في المشروع ككل، الجريد كله يتثبت. بيثبت يعني ما ينفعش ان هو يتحرك. ليه؟ اللي ممكن حد يحركه من غير ما يقصد، فانا بقفل الموضوع ان يحصل غلط من غير ما يقصد. هو لو يقصد اكيد هيقدر يفك البنة ديت ويقدر يبوظ فيها، بس احنا بنفترض حسن النية دايما. طيب تعالى بقى نرجع للواجهة الشرقية، تمام. هتلاقي الجريد اهو ظاهر ومعايا لحد فوق. يعني لو دخلت لأي فيو فيهم هتلاقيه ظاهر معاك. لو في فيو مش ظاهر بتبدأ تخش في الإليفيشن وتتأكد ان هو وصل لفوق ولا لأ، تعمل سيلكت عليه وتبدا ترفع زي ما انت عايز لحد ما تتاكد ان هو واصل لكل الليفلات. انا بحاول دلوقتي رافض. رافض ليه؟ عشان معمول له بن، فانت لازم تفك البن قبل ما تيجي تحاول ان انت تعدي. هتيجي هنا تقول له ان بن، هيبدا يفك معاك.
بس انا بفضل ان انت تبقى عامل بين على طول. طيب ده مثلا هنا الدور الارضي، الدور الاول، الدور الثاني، هدخله اللوكات بتاعه برضو. تمام، واقول له اوبن. ومفروض ده لما اخلص شغل خالص كل لوحه الاوتوكاد تتلغي. تمام، يعني بقى عملت لها بس كده ادراك على اساس ان انا افهم الراجل بيفكر في ايه، اعمل شغل زي ما هو وهكذا. تمام، تبدأ تشوف بقى ايه المساقط بتاعتك. الملحق العلوي او الزرست، تبدأ بقى تشوف هل في كلام انت عايز تمسحه ولا لا زي ما انت عايز. ودي برضو تعمل لها لينك كات وتبدأ تشوف المسوق بتاعها. كده ظهر معاك الشغل، فانت تقدر ايه ترسم الشغل او تشوف الشغل زي ما هنشوف مع بعض بعد كده. تمام، طيب لو انت شغال وعايز الخلفيه تبقى سودة لاي سبب من الاسباب قلناها قبل كده، هتخش فايل اوبشن. تمام، انا بفضل الخلفيه تبقى بيضاء الصراحه. تمام، الباك جراوند بدل ما هي وايت هتخليها بلاك وتقول له اوكي. اوكي، تظهر معاك بالشكل ده لو ده مريح ليك، بس هعود نفسك على اللون الابيض لان اغلب المكاتب هتلاقيها شغاله كده، فبدل من كل ما تروح مكتب تغير، لا خليك على الستاندرد افضل يعني. تمام، لو انت عايز ترسم سيكشن على اساس تلقط نفس السكاشن اللي هم رسمينها وتتاكد ان شغلك مظبوط، مفيش مشكله خالص. ممكن تعمل المنسوب، وممكن تعمل كذا دور، كذا لوحه للدور الاول. لو انت عندك كذا لوحه تعمل لها دوبليكيت، وتقدر يعني لو انت عايز مثلا لوحه ثانيه للدور الارضي. تمام، هتقول له هنا دوبليكيت وتقول له دوبليكيت اهو. طيب انت عايز بقى تحط اللوحة تانية المسقط الافقي مثلا، هتقول له لينك هيد وتبدأ تشوف فين المسقط الافقي بتاع الدور الارضي وتقول له ايه اوبن. لاحظ ان هو هينزل في نفس الجريد. تمام، ظهر معاك اهوت، فتبدأ تشتغل عليه بدون اي مشاكل خالص. طب ايه بقى موضوع امبورت كيد؟ خلينا نشوف موضوع امبورت كيد دوت. ممكن يكون عندك مثلا ليجند، تقول له نيو ليجند وتقول له اوكي. هتيجي هنا هتلاقي عندك الاثنين شغالين، لينك كات وامبورت كات. طيب خلينا نختار امبورت كات ونختار مثلا تفصيله معينه، مثلا ملاحظه مثلا، وبعد كده هقول له اوبن مثلا. طيب ممكن تقول له امبورت، وتعالى نختار مثلا لوحه من اللوحه اللي فيها شغل مثلا، قطعه اهي. انا عايز لوحه صغيره لان لما بفجرها بياخد وقت، انا مش عايز حاجه تاخد وقت. طيب خلينا نشوف ديت. طيب لو عملت سيلكت هتلاقي امر كويري اهوت موجود اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، ان تقدر تعمل سيلكت وتختار اللير وتقول له هايد يخفيها لك. ممكن تعمل سيلكت وتلاقي حاجه اسمها برينج تو فرونت، يعني خليها قبل الحاجه، قبل الشغل او بعد الشغل، سند تو باك زي ما انت عايز. ديليت لير، تقدر تلغي الليرات. اكسبلود، هتفجر. ممكن تفجر تفجير جزئي او تفجر كله، يعني تفجير جزئي يعني هيفجر لي اللوحه ديت والبلوكات تبدا تظهر معايا، يعني كانك انت بتعمل بايند في الاوتوكاد، يعني هيبدا يفجر بس هتلاقي كتل لسه موجوده او بلوكات لسه موجوده، او هتقول له فل. طيب هقول له تفجير جزئي، هياخد وقت بسيط. دلوقتي اصبح الحاجات دي موجوده معانا، الخطوط اهي موجوده معانا بشكل طبيعي. امبورت خلاص، الحاجه دي مش مرتبطه بالملف اللي هناك، فاقدر افجرها هنا لينك كات. ازاي افجرها وهي لسه مرتبطه بيها؟ لو حصل تعديل هنا مش المفروض ان انا اشوفه، فما ينفعش ان انا افجر لوحه الاوتوكاد. طيب من برضو الاوامر اللي احنا عايزين نشوفها دلوقتي، امر اسمه بيرش. يعني ايه امر بيرش؟ وده اللي انا حذر منه. احنا دلوقتي لما فجرنا اللوحه دي في حاجه المفروض نعمل نشيلها اللي هي لوحه الاوتوكاد، او لو انت مثلا كتبت كلمه وحذفتها. تمام،
تعمل برج هنا، بتدخل على برج، برج دي محدش يستخدمها غير هو واثق من نفسه. ليه بقى؟ امر برج ده بيعمل ايه؟ امر برج ده بيعمل، لو انا عندي مثلا كذا نوع من انواع الابواب، وفي نوع او اتنين استخدمتهم والباقي لسه هستخدمه في المستقبل، بيمسحهم، فبيعمل لي مشكله. برج تيجي تشتغل تقول له انا عايز الفاميلي دي، يقول لك لا مش موجود النوع اللي انت عايزه. يعني عندك مثلا باب مثلا متر، متر 20، متر 30، انت استخدمت المتر وما استخدمتش متر 20 ومتر 30، هيلغوهم على طول. فتبقى حذر جدا. اول حاجه بعملها بقول له تشيك نام، انا مش عايز الحاجه دي. وبعد كده تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت عايز تمسحها، تعلم عليها بس على اساس ما تمسحش حاجه انت هتحتاجها بعد كده. ممكن مثلا في الديتيل فيو في حاجه مثلا معينه عايز تمسحها، اتعلم عليها تمام، وتقول له امسح حاجه مثلا في الانوتيشن، في الكيرتين بانر، الحاجات دي كلها تقدر تعمل عليها سيلكت. وبعد كده تقول له ايه اوكي، فيروح عملها برش ويمسح. كده احنا شفنا ازاي نتعامل مع ملف الاوتوكاد وندخله جوه الريفت، وان شاء الله هنبدا المحاضره الجايه نشتغل في الحوايط اللي جواه، شبابيك الفلور وهكذا، وهنشوف بعد كده ازاي نقدر نصدر الشغل ده كله للاوتوكاد. يعني اي شغل هتعمله في الريفت عايز تصدره في الاوتوكاد بضغط الزر، بتصدر كله مره واحده تمام. ليه؟ لان هو فاهم هو ايه اللي محتاجه الاوتوكاد. انما لما تيجي تدخل الاوتوكاد جوه الريفت ما بيتحولش اوتوماتيك، لازم انت تشتغل عليه، لازم انت تمشي على الحوايط حته حته وعلى الفلور واحده واحده وهكذا.